مرحبا بكم على صفحة ترسانة. يمكنكم أيضا متابعة تسجيلاتنا والمقالات الكاملة على موقع ترسانة.net. لا يمكن أن تذهب مفاوضات السد إلى انفراج من وجهة نظر مصر. هل فعلا أثيوبيا تحاول فقط كسب الوقت؟ ما هي الحجج التي تقدمها القاهرة؟ تم الإعلان عن المشروع في 31 مارس آذار 2011، وبدأ في 28 مايو أيار 2013، ومن المتوقع أن يستمر البناء حتى عام 2022، ما تسبب بتوترات مع دول المصب أي السودان ومصر، التي تخشى انخفاض تدفق المياه وتراكمات الطمي. تمثل المياه من المرتفعات الأثيوبية 86% من المياه المستهلكة في مصر و95% أثناء الفيضانات. يوفر النير الأزرق وحده 59% من تدفق النيل. لذلك تسبب مشروع سد النهضة في توترات خطيرة مع الحكومة في القاهرة في عام 1902، ألزمت معاهدة 15 مايو أيار أثيوبيا بعدم بناء أي أعمال هيدروليكية على النيل الأزرق أو السبات دون موافقة السلطات البريطانية التي حكمت مصر في ذلك الوقت. في عام 1959 تم توقيع اتفاقية بين مصر والسودان تخصص سلسلة المياه للأولى و22% للثانية، وتتقاسم دول المشاطئة الأخرى الميزان. في عام 1999 تم إنشاء مبادرة حوض النيل في أديس أبابا، والتي تجمع بين الدول المجاورة لنهر النيل أي بوروندي، الكونغو، مصر، أثيوبيا، كينيا، رواندا، السودان، تنزانيا وأوغندا، والتي تشكك في هذا التوزيع. في عام 2015 وقعت مصر والسودان وأثيوبيا اتفاقية مبدئية بشأن توزيع المياه وسد النهضة. في مارس آذار قرروا دعوة المجموعة الوطنية المستقلة للبحوث العلمية لتقييم الآثار البيئية للجداول البناء المقترحة من قبل هذه البلدان. اجتمعت هذه المجموعة بانتظام وكانت على وشك إصدار تقرير توافقي وتوصيات، حيث قررت مصر الذهاب إلى الوساطة، الأمر الذي أدى في المجموعة إلى وضع المصريين في صعوبة، حيث أصبحوا قادرين على الشعور بأنهم ملزمون بعدم كتابة أو قول أي شيء يمكن أن يقوض الموقف التفاوضي للحكومة. في عام 2017 في ديسمبر زار وزير الخارجية المصري سامح شكري أثيوبيا من أجل دفع المفاوضات إلى الأمام. في 2 يناير أي كانون الثاني 2018 ترغبت مصر في إجراء مناقشات مباشرة مع أثيوبيا باستثناء السودان من المفاوضات، واقترح البنك الدولي كوسيط محايد في الصراع. في 18 يناير 2018 قام رئيس وزراء أثيوبيا هايلي مريم ديسالين بزيارة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي في القاهرة من أجل تخفيض الموقف للبلدين. أثيوبيا ترغب في ملء سريع للسد بأقل من 7 سنوات من أجل الاستفادة بسرعة من إنتاج الكهرباء، بينما ترغب مصر في تمديد هذه الفترة حتى لا تقلل من تدفق النيل كثيرا. أثيوبيا ترفض تحكيم البنك الدولي الذي لا يريد تمويل بناء السد. في بداية أبريل نيسان صرح وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور إن المفاوضات فشلت من جديد، فبينما تم بناء السد بنسبة تزيد عن 70% وضم الاجتماع الذي عقد في 4 مساء في الخرطوم مصر والسودان وأثيوبيا
الموضوع أكبر من مشكلة المياه، فإن الهيمنة المصرية على المنطقة موضوع تساؤل في أثيوبيا، بينما السد هو رمز للفخر الوطني. من الملفت أن يوم الخميس 26 يوليو أي حزيران تم العثور على سيميشنيو بكلي مدير السد ميتان في سيارته. في عام 2019 بينما لا تزال كل دولة معنية تنتظر نتائج تقييم علمي مستقل حول مخاطر السد على دول المصب، يواجه الخبراء العلميون مفاوضات بين الدول الثلاث التي يبدو أنها في طريق مسدود، خاصة بين أثيوبيا ومصر التي يأتي 90% من مياهها العذبة من نهر النيل، والتي تخشى أن يؤدي السد إلى ندرة في المياه لسكانها البالغ عددهم 100 مليون نسمة خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة اللازمة لملء خزان السد. قررت مصر في أوائل أكتوبر أن تطلب من دولة أخرى تسوية النزاع، أي الولايات المتحدة. أثيوبيا رفضت هذا الاقتراح. ما يقلق القادة السياسيون هو أنه في حال نشرت النتائج فلن يكونوا قادرين على تغيير مواقفهم. خلال هذا ناشد عالم الأبحاث الطبيعية عبر مجلة علمية مصر وأثيوبيا والسودان بالسماح للباحثين بالإكمال العمل الذي طلب منهم. وصلت المفاوضات بين مصر والسودان وأثيوبيا في أوائل أكتوبر 2019 في الخرطوم إلى طريق مسدود. تريد مصر ملء خزان سد النهضة بأبطأ ما يمكن في غضون 15 عاما تقريبا، بينما يقترح جدعون أسفاو وزير المياه في أديس أبابا 4 إلى 7 سنوات. تطالب مصر بضمان تدفق 41 مليار مترا مكعبا سنويا، لكن أثيوبيا ترفض الالتزام بهذا الرقم، لكنها تشير إلى أنها قد تمنح 30 مليار متر مكعب. وعدت مصر أثيوبيا بإمكانية تصدير بضائعها إلى البحر المتوسط عبر أراضيها إذا خففت أديس أبابها إصرارها. هل يمكن أن تمتد الحرب بين هذه الدول إلى المنطقة كلها؟ حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز من أن استقرار أثيوبيا مهم لمنطقة القرن الأفريقي بأكملها. إذا كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أظهر دعمه لمصر في حال قررت تدمير السد الأثيوبي، بل وشجعها على القيام بذلك، فإن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن ليس مهتم بالصراع المرتبط بالسد، وهو أظهر تفضيله إلى حد ما لأديس أبابا بتعليق العقوبات المفروضة عليها. يبلغ عدد سكانها أكثر من 110 ملايين نسمة، وهي واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في القارة. ما يحدث في أثيوبيا حتما له أثار أوسع، ستؤثر حرب إقليمية على أكثر من 250 مليون شخص، لذا يمكنك تخيل العواقب. دعونا لا ننسى الوجود الأجنبي في المنطقة. تستضيف جيبوتي وإريتريا قواعد عسكرية وبحرية وجوية من عدة دول على أراضيها، بما في ذلك فرنسا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والإمارات العربية المتحدة وحتى إسرائيل وإيران بشكل أكثر تكتما على الأقل في الماضي. وتأتي آخر تطورات الأحداث من بيان للسلطات السودانية الذي أعربت فيه عن مخاوفها من أن أثيوبيا ترسل تعزيزات عسكرية بالمدفعية وراجمات الصواريخ إلى الحدود، وهذا مؤشر على تصاعد حقيقي في التوتر بين البلدين. تواصل أديس أبابا استفزازاتها للقاهرة والخرطوم، فهل لديها بالفعل هامشا للمناورة أم إنها تحاول كسب الوقت لوضع الجميع تحت الأمر الواقع؟ وما هي خيارات القاهرة العسكرية؟ في الواقع تجد أثيوبيا نفسها معزولة وبدون دعم، على الرغم من أن واشنطن فقدت اهتمامها بالصراع على السد،
إلا أن الأزمة الإنسانية التي تتعاظم في المقاطعة المتمردة كانت بمثابة ذريعة للضغط على أثيوبيا وإريتريا حتى تسحب كلاهما القوات العسكرية من مقاطعة تيغراي، حتى أن أثيوبيا حاولت الاقتراب من تركيا لكسب التأييد في مقابل الموقف المصري، لكن يبدو أن اسطنبول لا تريد إثارة غضب القاهرة في هذا التوقيت. تبدو مصر عازمة على إفشال المشروع الأثيوبي، وهذا يفسر زيارة عبد الفتاح البرهان للقاهرة والتي أعقبتها زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للخرطوم يوم السبت 6 مارس أذار 2021، وهي الأولى منذ سقوط اللواء عمر البشير. منذ عدة أشهر شرعت السودان ومصر في تقوية العلاقات الاستراتيجية بينهما، والتي تميزت من بين أمور أخرى بموقفهما المشترك بشأن السد الأثيوبي. وتحدث رئيس الدولتين عن سد النهضة على النيل الذي يضعهما في مواجهة أثيوبيا، وانحذا إلى موقف مشترك يمنع أديس أبابا من تنفيذ مشروعها من طرف أحادي. هذا التحالف بين البلدين العربيين المعتمدين على النيل يعطي ثقلا أكبر للتهديدات المصرية. الآن ستكون القوات المسلحة المصرية قادرة على دعم عمل بري للقوات المسلحة السودانية في حال عدم كفاية الغارة الجوية. من غير المحتمل أن تفشل الضربة الجوية المشتركة، حيث تمتلك القاهرة طائرات هجومية عالية الأداء مثل الرافال F3 والميج 29 M2 والF16 والميراج 2000، وكلها قادرة على قطع المسافة اللازمة وضرب السد بدقة. الطيارون المصريون مدربون جيدا ومستعدون، كما تم تجهيز سلاحها الجوي بقنابل موجهة مضادة للتحصينات. ويصطف السودان أيضا طائرات قادرة على المشاركة في الضربات. كل هذه العناصر تعني أن أديس أبابا لن تكون قادرة على الاستمرار في المراوغة مع خصومها بعد الآن والاستفادة من الوقت الضائع. إذا أعجبكم الموضوع فادعمونا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك أو زر الجرس ليتم إخباركم بكل نشر جديد. يمكنكم المساهمة بتعليقاتكم وبإرسال الفيديو إلى معارفكم المهتمين.